موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. منذ فترة قريبة تتصاعد من الأعماق ألحان ذات طبيعة جادة وغامضة، مبشرة بعودة الحيتان الحدباء إلى جزيرة ريونيون. تخلد هذه الأنثى اليافعة إلى الراحة بعد رحلة شاقة قطعت فيها 6000 كيلومتر من القارة القطبية الجنوبية. من شدة تعبها تنام على أنغام أغاني الذكور البالغين. يبلغ وزنها 25 طناً، لكن هذا لا يعيقها، حيث تطفو في أعماق الماء كما لو كانت ريشة بلا وزن. كل من هذه النتوءات التي تفصل الهوية المميزة للحيتان الحدباء تحتوي على شعر، وكأنها آثار الأيام الخوالي التي كانت الحيتان فيها حيوانات ثدية برية. تقترب هذه الأنثى الشابة من أهم لحظة في حياتها، إنها هنا لتهب الحياة. عندما يحين الوقت تغوص وحدها وتختفي في أعماق زرقة الماء. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.